مرحبا. في قصتنا الأخيرة قد رأينا كيف خلق الله الرجل الأول والمرأة الأولى. قد خلق الله لهما كل ما يسعدهما في حديقة رائعة الجمال، حديقة عدن. لم يكن وجود أي أثر للشر، كان يعيشان عاريان، وعملهما هو الاعتناء بالحديقة وبالحيوانات التي تعيش فيها. كانت لهما القدرة على الحديث مع هذه الحيوانات التي كانت تفهمهما وتطيعهما، لكن سيحدث لهما الشيء الذي سيغير العالم بأسره. هل تريد أن تعرف ما هو؟ وهما في حديقة عدن الرائعة، سمح الله لهما الأكل من كل فواكه أشجار الحديقة إلا شجرة واحدة، والتي كانت موجودة في وسط الحديقة، إذ قال لهما: لا تأكلان من فاكهتها. فهذا كان الشيء الوحيد الممنوع عليهما. إنك تتذكر أن الله خلق الإنسان ذكيا، إذ يستطيع اختيار ما يقوله، ما يفعله، وما يفكره، ويمكن له أيضا فهم الحيوانات والحديث معها، فقد أعطى لها الأسماء التي تعلمها ولا ينساها، ويعرف أيضا كيف يعتني بكل حيوان وكل نبتة. نعم، الرجل الأول والمرأة الأولى مميزين جدا. لم يكن هناك شر على سطح الأرض، لذلك كانا لا يعرفان وجوده إطلاقا. لذلك السبب فقد حدث لهما شيء فظيع جدا وبسرعة. ذات يوم، ها هي الحية تقترب من المرأة كي تتحدث معها. إنها تختلف عن الحية التي نعرفها اليوم، لأنها كانت تمشي إذ كانت لها أرجل. إنها ماكرة تستعمل الحيلة لتحقيق رغباتها. لقد ذكرت في حكاية الخلق أن الله قد خلق عالمين، واحد محسوس وهو عالمنا نحن، والآخر مخفي وهو عالم الله، إذ يعيش فيه مع خدمه الملائكة التي لا تعمل الشر ولا تعرفه. لكن ذات يوم دخل التكبر أجمل ملاك في السماء، إذ أراد أن يكون في درجة أعلى من درجة الله. مجموعة كبيرة من الملائكة تبعته، إذ جعلته حاكما عليها. إذن الله عاقبه، إذ طرده ورماه على سطح الأرض، لم يتركه بجماله. إنه الآن روحا مخفية مع كل الملائكة التي تبعته، فهو يسمى الشيطان، والملائكة التي تبعته تسمى الأرواح الشريرة. ليس عندها الآن الخيار في القيام بالخير، فهي لا تعمل إلا الشر، إنها عدوة الله. لكن الآن نعود إلى ما حدث في قصتنا. في ذلك اليوم دخل الشيطان في جسد الحية كي يتحدث مع المرأة. قال لها: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه لئلا تموتا. ترى، الشيطان وضع الشك في قلب المرأة، فأضافت بأن الله قال لهما لا تلمسا فاكهة الشجرة الموجودة في وسط الحديقة، لكن الله قال فقط لهما لا تأكلاها. كان واجب المرأة ألا تسمع وتصدق الشيطان، ولكنها بالعكس، فقد اقتربت من الشجرة الممنوعة. إذن الشيطان وهو متجسد في الحية قال لها: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. هذه المرة كان على المرأة الذهاب مباشرة
لكنها نظرت في جمال هذه الفاكهة الممنوعة، فبدأت إذن في تصديق الشيطان عوضا أن تصدق الله وتثق فيه، إذ منح لهما هي وآدم كل ما يجعلهما سعداء. هدف الشيطان من هذه الحيلة هو توقيع المرأة في العصيان لله كما فعل هو تماما، حيث تعصي الله وترغب في تحولها إلى إله يعرف كل شيء. للأسف حقق الشيطان حيلته، إذ أن المرأة وقعت في الفخ وأخذت الفاكهة الممنوعة وأكلت منها، عملت ذلك بكل سهولة. وهذه المرة تعتبر أول مرة تعصي فيها الله، وهذا يسمى الذنب. آدم كان حاضرا إلى جانب زوجته، هو أيضا لم يبالي ولم يحذر من فخ الشيطان، أعطت له الفاكهة فأكلها. فمنذ هذا اليوم أصبحا لا يستطيعان الامتناع عن عصيان الله، إذن ارتكاب الذنوب. الشيطان وعدهما أنهما يصبحان كالله، لكن الشيء الوحيد الذي حدث لهما بعد عصيان الله هو معرفة أنهما عاريان، فرغبا في الاختباء. لذلك المساء لما أتى الله للحديث معهما في الحديقة، فكالعادة فهو نادهما لكنهما تخبأا، فقال: من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ طرح الله السؤال على الرجل لأنه يعتبر الأول الذي خلق، إذ جعله رئيسا على الحديقة، على زوجته وعلى كل الحيوانات. كان عليه منع هذه الكارثة، لكن الرجل لم يطلب من الله أن يغفر له خطأه، بل تخبأ متهما زوجته قائلا لله: المرأة التي أعطيتها لي هي السبب. والمرأة بدورها قالت لله: الحية هي التي أوقعتني في الفخ. إذن الله قرر عقاب الإنسان عبر جميع الأزمنة، والحية أيضا. الكتاب المقدس يقول لنا ما يلي: من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، إذ أخطأ الجميع. بما أن الله اختار آدم ليكون القائد والرئيس، إذن هو الذي اعتبر المسؤول على الوقوع في الذنب، فبسببه كل البشرية تولد بالذنب والشر في قلبها. عقاب جميع البشرية يتمثل في العناء من عدة أشياء، والموت كما ذكر ذلك الله حين أمر آدم وزوجته أن لا يأكلا الفاكهة الممنوعة. وانطلاقا من ذلك اليوم الفظيع، فقد ظهرت الأمراض والموت أصبحت محتومة على الإنسان. لكن أكبر من كل هذا، فقد دفع هذا الشيء إلى الموت الأبدية. هذه الموت تتمثل في الانفصال عن الله، لأن الإنسان أصبح عدوه كالشيطان والأرواح الشريرة. هذه الموت الأبدية تقود كل البشرية إلى نار لا تطفأ أبدا، والعذاب فيها شديد جدا، إنها جهنم. لقد خلق الله جهنم لعقاب الشيطان والأرواح الشريرة، لكن بما أن آدم عصاه وفضل أن يسمع ويطيع الشيطان في حيلته، إذن كل البشرية وقعت في نفس العقاب. كما ترى، كان العصيان لله وعدم وضع الثقة فيه سهلا جدا بالنسبة لآدم وزوجته، لكن النتيجة كانت صعبة جدا والعقاب شديد. لهذا السبب، فإن مهما حاول الإنسان في عمل الخير فلن يتمكن من ذلك لزمن طويل. لا تغضب على آدم وزوجته، لأنك اليوم لو تركناك مثلا كل النهار أمام الحلويات التي تحبها
ويطلب منك ألا تلمسها، فأنا متأكدة أنك ستبذل جهد كبير جدا كي لا تقع في التجربة وتأكل منها. لكن ولا واحد يقدر أن يصمد أمام ذلك، إذ حتما سيأكل منها. لا تنسى أن آدم وزوجته كانا كل يوم ينظران الشجرة التي فيها الفاكهة الممنوعة، وأنهما لم يأكلا منها حتى ذلك اليوم الفظيع. لكن الآن أحدثك عن خبر مفرح. لقد رأيت كيف أن الله يحب الإنسان وعمل له كل شيء ليعيش سعيدا. إذن رغم غضب الله من عصيان الإنسان لأمره، فقد عمل وعدا معه، إذ قال للحية ما يلي: وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. بعد أعوام كثيرة تحقق هذا الوعد، إنه الخبر السعيد الذي رويته لك في حكاية عيد الفصح الواردة في الإنجيل، وذلك في موقعي. وعبارة نسل المرأة في الآية التي ذكرناها سابقا قصد بها عيسى، هو الذي سيسحق الحية رغم أنها ستؤذيه على الصليب. عيسى هو الطريق الوحيد والوسيلة الوحيدة لغفران الذنوب والخلاص من الموت الأبدية وجهنم. الكتاب المقدس هو الذي يقول لنا ذلك. وأنت، هل ستضع ثقتك في كلام الله؟ أو ستعمل مثل المرأة التي سمعت صوت الشيطان؟ لأنه في طبيعته وضع الشكوك في أذهان الناس حتى يبعدهم عن الله. لكن قصتنا لم تنتهي. الله لا يريد أن تكون الكارثة أسوأ من ما هي عليه. إذن منع الإنسان من الأكل من الشجرة الأخرى والمتمثلة في شجرة الحياة، وذلك بطرده من جنة عدن، واضعا حولها ملائكة جد قوية كي تحرص أمام باب الدخول. فنجد في الكتاب المقدس ما يلي: فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. ولا واحد استطاع إيجاد هذه الحديقة أبدا. سترى في القصص الأخرى أن الله لم ينسى الإنسان، فهو يحبه دائما. قصتنا انتهت، فباستطاعتك إن شئت أن تقرأها بالتفصيل في الكتاب المقدس، وذلك في الكتاب الأول الذي يسمى تكوين في الشطر الثالث. لنصلي الآن. سيدي إلهي، أغفر لنا ذنوبنا بسبب الشر الموجود في قلوبنا، لأننا مهما حاولنا أن لا نعمل الشر فلا نستطيع ذلك. شكرا لك لأنك أنقذتنا من الموت الأبدية. شكرا لك لأنك تحبنا كثيرا جدا. لقد بعثت عيسى كي ينقذنا وتغفر لنا ذنوبنا، فنحن الآن نريد أن نؤمن بمحبتك، قوتك، وكل ما تقوله في كتابك عن شخصك. أرجو أن كل الناس يستوعبون مضمون هذه القصة، لأنها تخص العالم كله. آمين. أقول لكم إلى اللقاء، إلى قصة أخرى.